العالم. فكرك يعني انا مش عايز ابعد بيك من هنا خالص؟ يا ريت المركب ده ليها جناحين وابوصل لنفسي في اسوان، ولا غواصه ونفضل بيها تحت الميه على طول. يا ريت يا احمد، بس المهم نبعد من هنا. حاضر. فل يا فل، يا الف نهار ابيض وزي الفل، يا زباين الفل وحبايب الفل، يا فل اهلا بالفل. اهلا فل يا فل. فل ما ياخد الفل الا الفل، يا مجمع الاحباب يا فل. عايزين نخدم باشمهندس ونبعت الورد بواكيه قريب ان شاء الله. ربنا ينولكم الفلوك يا كريم. يا اصل بلاقي في ريحه السعاده. بالمناسبه دي بقى انا عندي خبر هيفرحني. صحيح يا احمد، فرحني. خدت علاوه؟ لا ترقيت وبقيت باشمهندس؟ برضه لا. اخفى عليك، قولي بقى. اقول لك انا تتخضيش؟ لا. قلبك جامد؟ جامد. بومب. اولا انا بحبك قوي يا امينه. وبعدين معاك يا احمد، هتقولي ولا زعل منك؟ حاضر يا ست هقول لك. امينه، انا بعت لاهلي علشان يخطبوا لي اجمل واحلى عروسه في الدنيا. احمد اوعى تجيب السيره دي. غريبه، انا كنت فاكر ان هفرحك بالخبر ده. لا. ليه يا امينه؟ في حد تاني؟ ابدا. خايف والدك يرفض؟ أنا عارف إن أنا مش حاضر أعيشك زي ما أنت عايشة، لكن هحاول أعوضك عن ده كله بحبي. تأكدي إن أنا حاضر أقنع والدك، مفيش حاجة هتقدر تفرقنا عن بعض. لا يا أحمد أرجوك. أمينة، إذا كنت بتحبني صحيح أوعى تجيب السيرة دي أبدا أبدا أبدا. أمينة، اخرك لحد دلوقتي؟ انا كنت متضايقه، قلت اتفسح شويه. انا مش قلت 60 مره مفيش خروج من غير اذني؟ ايه اللي مضايقك؟ فهميني، ناقصك حاجه؟ كل حاجه عندك في البيت، اكل شرب راحه، عايزه ايه تاني؟ نفسك في حاجه ومش عندك؟ انا مره عايزه تخرجي تقوليه، انما رجلك ما تعدمش بره البيت ده من غير اذني ابدا. طبعا لا. راح فين؟ ابعد عني، سيبني. امينه، انت زعلت مني يا امينة؟ ده انا خايف عليكي. الله، هو راجل ما كانش يخاف على مراته امال هيخاف على مين؟ يلا يلا يا حبيبتي، انزلي اغسلي وشك وغيري هدومك عشان ناكل لقمة سوا. مش عايزة. يخلصك اكل لقمة لوحدي يا روحي. قلت لك مش عايزة مش عايزة. طيب طيب طيب، انا هنزل اكل لقمتين تحت وهرجع لك حالا. ازيك يا دريه؟ ازيك يا بنت يا وحشه؟ ازيك يا نين؟ اهلا يا حبيبي. ازيك صحتك؟ وحشاني موت وحياه ابويا. ازيك ابو حميد؟ عواد. اهلا بالاحضان يا حبيبي. ازيك يا عواد؟ والنبي يا ابني، اول ما جالنا جوابك والفرحه مستيعانه والبلد كلها هيصه هيصه، ولاد عمامك وعماتك وخالاتك وعمامك سميضه وحسين وعلي وابراهيم وزكيه يوه كفلنا الشر. مالك يا احمد؟ الفرحه واخداه. لازم العروسه شغلاه. قال قول لي يا احمد، هي العروسه سمره ومسمسمه ولا بيضه ومربربه زي كده؟ هي حلوه. ما قلتليش يا احمد الا العروسه تبقى مين؟ اصلها ايه؟ فصلها ايه؟ ايه هو هيتجوزها ولا يتجوز عيلتها؟ القلب ما يعشق يا حماتي. اسمع يا احمد، بكره من نجمه
انا بنفسي هكون مخلص لك كل شيء، وان حبيت نخليه كتب كتاب ودوق ليكون احسن. وعلى راي المثل خير الجواز عاجله. انا شايف ان احنا نستنى شويه. استنى شويه؟ امال جايبنا على ملا وشنا ليه يا ابني؟ احنا ما صدقنا نطمن عليك في غربتك وتلاقي العروسه اللي تملى عليك بيتك. عواد، ما تشوف احمد ماله يسترك؟ اشوف وما اشوفوش ليه؟ عن اذنك يا روح قلبي من جوه. جرايه يا ابو حميد، هي العروسه طلعت مش ولا بد؟ لا ابدا مفيش حاجه، بس يعني انا خايف لحسن والدها يرفض. ليه؟ اصلهم يعني اغنياء قوي واحنا اللي فقرا. مش قصدي، لكن بس اسمع، البت رايداك؟ ايوه. وانت رايدها؟ ايوه. خلاص تسيبني انا على ابوها، انا هكلمه بنفسي. هما كلمتين اتنين بس وهيبصم ويختم بالعشره. مبروك مقدما. الله يبارك. لا بالاحضان يا حلو. دريه زغراطي. حضرة المحترم موجود؟ ايوه يا فندم موجود. اتفضل. قولي له عواد عبد الصمد عبد المقصود السبع عايز يقابلك ضروري. حاضر. ثانية من فضلك. لو سمحتي اديله الكارت ده لو سمحتي. حاضر. اتفضلوا استريح، خدوا راحتكم. الله يا سلام على حتة عوامي، والله باين عليها وقعة سقع يا ولاد. اسمع يا ابو حميد. من هنا ورايح حاجة صيف كل سنة أنا والعيال، ولا بدك الساعة مش هتعرفني. ربنا يسهل يا واحد. هيسهل إن شاء الله ما دام أنا موجود فيه. ده يبقى إيه ده؟ ده واحد أفندي ومعاه واحد أفندي. والاتنين معاهم اتنين ستات. نعم. واحدة صغيرة واللي مع الصغيرة كبير. طيب روحي. حاضر. ده لازم عايز يشتغل ولا عايزني أوظفه. أما أنزل أشوف مين دول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. انا احمد فهمي مهندس. اهلا وسهلا. وحضرتك ست والدتي، اختي وجوز اختي الاستاذ عواد عبد الصمد عبد المقصود السابع عاوز يقابلك ضروري. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. اتفضل. يزيد فضلك ان شاء الله. ازاي الحال كده؟ الحمد لله. وازاي الاشياء مش معدن كده والحمد لله؟ الحمد لله يا فندم. الحمد لله. خير ان شاء الله. خير طبعا ما دام انا موجود فيه. بقى اصل العباره يا سيدي اللي ما انت انهم هما كلمتين اتنين بس ما فيش غيرهم. اصل الحكايه يعني ان قصدي ان احنا نقول لك يعني يا الله. ما تتكلم يا ابو حميد. هتكلم. اصل الحكايه يا استاذ عباس. اصل انا عايز يعني عايز تشتغل مش كده؟ لا يا فندم انا بشتغل الحمد لله. الله. امال ايه العباره؟ اصل العباره يا حضره المحترم من غير لا لف ولا دوران، هما كلمتين اتنين مختصرين ما فيش غيرهم. اصل الواد ابنني عجبته البت بتوكم، والبت بتوكم عجبها الواد ابنني، واحنا عاوزين ناهلهم على بعض على سنه الله ورسوله. بنتي؟ لكن انا ما عنديش بنات. ما عندكش بنات؟ ازاي الكلام ده؟ يبقى لا مؤاخذه لازم غلطنا في العنوان يا حضره المحترم، ولا ايه يا ابو حميد؟ لا انا متاكد مش حضرتك الاستاذ عباس. ايوه. والانسه امينه مش تبقى بنت حضرتك؟ امينه؟ ايوه يا فندم. انت عايز تتجوز امينه بنت حضرتك؟ ده احنا نزداد شرف يا فندم. هو بسلامته مهيته قد ايه؟ 18 جنيه. ايه؟ بقول لسيادتك 18 جنيه، جنيه ينطح جنيه. ينطح. يعني هياكلها طقه وطقه لا، ولما تسمح المهيه يبقى يجيب لها منديل. كلام اهدى يا استاذ عباس، الصغير مصيره يكبر. النهارده مهيته صغيره، بكره تبقى كبيره وتكفيه هو ومراته واولاده. وطول ما هم رايدين بعض ربنا هيهدي سرهم ويقضوها باي حاجه. اي حاجه يعني ايه؟ ما هو عشان انتوا عايشين بالملاليم فاهمين ان الناس كلها تقدر تعيش بالملاليم؟ ايه ولازمته ايه الكلام دي؟ لازمته انكم ناس مجانين. مجانين؟ مجانين يعني ايه؟ يعني امينه اللي انتوا جايين تخطبوها دي تبقى مراتي انا. فاهمين مراتي يعني ايه؟ اتفضلوا مع السلامه. ايه يا ابو حميد؟ يلا. مين اللي اسمه احمد ده؟ ما اعرفش. امال كان جاي ليه؟ ما اعرفش. كان جاي يخطبك. كان جاي يخطبك ليه؟ قلت لك معرفش. امال عارف اسمك منين؟ ها؟ ما تكلميش. انطقي.
الضيف. انا لو رايح شباك ما انفتحش، خروج مفيش. لازم تعرفني براد عباس، عباس اللي اسمه زي جنيه الدهب. مش تيجي حته عيله على اخر الزمن تضحك على دقني. لا فاهمه؟ اذا كنت مش عاجبك طلقني. اطلقك؟ دي نجوم السماء اقرب لك من الطلاق. لا طلاق، مش هطلقك. ولازم تفهمي كويس، من هنا ورايح بالذوق هتعيش معايا، بالعافية هتعيش معايا. انا مش عايزه اعيش معاك. طلقني. عايزه انام. طب يا اختي نامي، بالذمه يا امينه، لو قالوا لك اختاري عريسك بنفسك تتمني اسم ايه؟ شكل ايه؟ فقير ولا غني؟ حلوه؟ كل ده ما يهمنيش. امال ايه يا اختي اللي يهمك؟ ان اكون انا عايزاه وهو عايزه. يا بختك بخفتك يا اختي. هو العريس يبقى عريس اللي بجيبه؟ طبعا، فيلا وعربيه وتلاجه وتلفزيون، اهي دي الجوازه ولا بلاش؟ بالعكس، لو عيشه فوق سطح تبقى حلوه، لو فيها التفاهم والحب. ايه الكلام الفارغ ده؟ جوز ايه وبتاع ايه؟ انا من رايي الواحده ما تفكرش تتجوز ابدا الا بعد ما تخلص تعليمها وتشتغل، عشان ما تعتمدش على راجل يتعبها ويذلها. برافو. ده اسمه كلام؟ طبعا لا، التعليم هو السلاح اللي يجب ان تتسلح به المراه في هذا الجيل. يا ستي احنا من انصار نزع السلاح. مسخره بنات، شغل مراهقات اللي اتقلب. طب يا ستي متشكرين، خلينا في المهم. كلميني شويه يا سميحه عن الجواز. على فكره كل واحده تديني عنوانها عشان ابعت لها كارت الفرح. 78 شارع رمسيس، 33 شارع عراب، 19 شارع قصر النيل. انت يا كليه الادب جامعه القاهره. أهلاً. اتأخرت كده ليه؟ بقالي ساعة مستنيك. غصب عني والله يا سمير. الله، أمينة أنت لسه هنا؟ أصل بابا لسه ما جاش. طب تعالى نوصلك. أهلاً، اتفضل، العربية جاهزة تحت أمركم. أنت اشتريت عربية؟ اتفضلوا. أهلاً. إيه رأيك؟ بالذمة مش دمها خفيف ولايق عليا؟ مش تعرفينا بصاحبتك؟ نسيت أعرفك، سمير ابن عمي وخطيبي. أهلاً وسهلاً. أمينة صاحبتي. اهلا، ازيك يا امينه؟ عارفه بقى العربيه ناقصها ايه وتبقى عربيه؟ ايه؟ نغير لها الدوك والفرش وموتور جديد وشاسيه واربع فرق كاوتش وراديو. انا عارفه انت اشتريت العربيه دي عشان تدور على حل شعرك. انا يا حبيبتي؟ ابدا، ده انا اشتريتها عشان ارجع لك البيت بدري يا عبيطه. دمك تقيل. انت نعم. اتفضلي يا امينه. ثانيه واحده، ادوني فرصه. ميحة. ايه؟ زقة صغيرة من النبي. يلا جمادو. يلا هايل. لك دي خشن يبقى خشن، مش عايز اسمع كلام كتير. حاضر، بعد ده اشنيش على طول. وريني العينة. ايه العينة ايه؟ وريني. اتفرج العينة بعد النازلة الأخيرة. خشنة برضه، لازم ترجع تاني. حاضر. أمينة. أهلاً عم عباس، إزيك؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. إزيك يا أمينة؟ الله يسلمك. أهلاً ست أمينة، إزيك؟ إزيك يا بيومي؟ أمال فين بابا؟ بابا في البيت بيرتاح شوية. ليه؟ هو عيان؟ لا ولا عيان ولا حاجة. خد بالك من الشغل. حاضر. تعالي يا هاني.
طيب طيب حق. اهلا ست امينة. الحمد لله على السلامة يا ستي. وحشتيني. اهلا وحشتيني. امال فين بابا؟ بابا بابا. سلامتك يا بابا. ازيك يا بنتي؟ مش معقول ده يحصل من غير ما اعرف. انا كنت فاكر اني حاضر اقوم قبل ما توصلي. لازم تروح مستشفى، لازم يشوفوك دكاترة. عباس قام بالواجب وزيادة يا أمينة. ما تقولش الكلام ده يا حسنين، ده احنا اخوات يا اخويا وده عشرة العمر. مهم كده تشد حيلك وتقوم لنا بالسلامة. اسيبكوا شوية مع بعض. أمينة انت ما بقيتي الصغيرة ولازم تعرفي كل شيء. من 5 سنين يا بنتي اتورطت في بيعه كبيره، خسرت فيها اللي ورايا واللي قدامي، حتى نصيبي في المطحن. من يومها عباس وقف جنبي، ما خلاش حد عرف اني بشتغل عنده في المطحن لحد ما حصل اللي حصل. دي دكاترة، دي أدوية، حتى مصاريفك انت يا أمينة. بكرة تخف يا بابا وترد له كل جمايله. أمينة كان نفسي أعيش لحد ما شوفك تبقي عروسة، لكن خلاص البركة في عباس. اسمعي كلام. هو مدفوق الليل بطوله ما نمتش. مراخر ما بيرحمش ولا عايز يخصم لك رالين. اللي كان بيرحم خلاص مات. الله يرحمه. لك اللي بيرحم ربنا يا عقر. ونعم. قوم شوف شغلك. قوم. حقوم اهو. حاضر. يلا قوم. حقوم. الله 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 الله. ما تروق يا حاج، ده امر الله وكلنا له، وبيني وبينك اهو استريح. ايوه بس اللي انا شايل همه بنته. بنته يا بيومي دي وحدانيه وملهاش حد. يا سيدي بكره يجي لها ابن الحلال اللي يساعدها. اه قصدك عيل من العيال الهايفين بتوع اليومين دول اللي ما يفهموش لا في الطور ولا في الطحين؟ لا 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 لا, لا, لا. يا حاج كل فوله ولها كيال. ما قلتش حاجه يا بيومي، بس دي امانه، امانه في رقبتي، والأمانة حملها تقيل قوي يا بيومي قوي.
احسن خمسه وخميسه مالحه في عين اللي ما يصلي. اهلا 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 يا صباح الجمال يا صباح القشطه صباحيا مبارك يا ست العرايس. اهلا وسهلا. مالك يا ست امينه؟ كفلة الشر في ايه؟ اعملي لي فنجان شاي ساده. ساده؟ وعصري لي عليه ليمون. يا ندمتي وعليه ليمون كمان؟ ليه يا ستي حصل ايه؟ مالك كده صفحه مش فايقه ومعكنينه؟ هيه؟ تفضل واحده مننا يا ست امينه، ما بتفرحش غير مره واحده في حياتها. فرفشي امال كده يا ستي وهيصي. قلت لك اعملي لي فنجان شاي ساده. طيب من عينيا. امينه أمينة 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 صباح الفل يا ست الكل يا عروستي يا حبوبتي. حد في الدنيا يعمل كده؟ حد يسيب عريسه وينزل بدري؟ صباح الخير يا عدولة. يا صباح الهنا على عيونك يا سيدي العرسان يا قمر. الفطار الحقيني بالفطار الحقيني من عينيا الاتنين. جاهز كل حاجة. حاضر. خدي يا أمونة خدي ده بردويلي، ده صمت بردويلي معتبر. وحياتك انت انا شريب 5 جنيه كيلو. مديش نفس. خدي خدي ده اللي هيفتح نفسك ونفسي. وحياة النبي وحياة النبي يا شيخة يا سلام. خدي ما تكسفنيش بقى. الله الله على ريحة البيض المقلي. الحقيني يا عدولة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله على الروائح الذكية. الله الله. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ده انت اتريك واعية قوي يا عدولة. يلا يا أمونة مدي ايدك كده وسمي بالرحمن. ماليش نفس هاكل بعدين. تحبي يا حاج تاكل الفول بالسمن البلدي ولا بالزبده؟ لا بقى الفول حاكله في المطحن مع العمال. ولا ايه يا امونه؟ عشان يعرفوا ان الجواز ما بيعطلش الواحد عن شغله. يلا يلا يلا. بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ايدك كده وتوكلي على الله. يا سميحة المهم ازيك انتي وازاي سمير؟ قطيعة ليل ونهار خناق. تصوري شهر العسل قضيناه كله خناق في خناق. ياه انتوا مش بتحبوا بعض؟ ما هي دي المصيبة. الله لو الاقي عوامة واسعة وبرحة كده. ما قلتليش هو عريسك شكله ايه؟ اظن ما هو زي القمر. انا عارفاكي طول عمرك واعية. الله مالك مساهمة كده ليه؟ لا ده انت باين عليكي بتحبيه قوي. اخس عليكي نسيتيني. تشربي حاجه ساقعه؟ لا ما تكلفيش خاطرك سمير زمانه جاي. طب ننزل نستنى تحت. اتفضلي. على من المؤاخذه ما كنتش فاكر ان عندكم ضيوف النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيده سميحة صاحبتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت البركات. لا مؤاخذة بس اودي الحاجات دي المطبخ.
ما تنسيش تعزمي صاحبتك على الغدا معانا النهارده. اهلا وسهلا، حصلت البركات. اما راجل نكته صحيح، ازاي جوزك يوافق ان ابوه يقعد معاك وانتوا لسه في شهر العسل؟ سميحه، انت قريتي الكتاب ده؟ ده في منتهى الجمال. يا شيخه انا عندي وقت للقرايه، ده سمير قاعد لي في البيت ليل ونهار. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله، حته بطيخ انما حمار وحلاوه صحيح. ودوقي دوقي يا ست سميحه. ماشي، ما بحبوش. ايه حد في الدنيا ما يحبش البطيخ ده؟ كله فوائد، يروق القلب ويفتح النفس. ده وامن بالله يا شيخ انا دافع فيها باريزه زياده عن التسعير عشان خاطر امونه تاكل وتنبسط. الكتاب يا شيخه ولا يهمك، بكره اشتري لك مطبعه بحالها. بذمتك في الدنيا حاجه تغلى على امونه مراتي حبيبتي. سمير بعد اذنكم. اتفضلي. شوفك ان شاء الله هبقى افوت عليك. باي باي يا امينه، هبقى افوت عليكي وقت تاني. مع السلامه. باي. اي حاجة اي حاجة يا اختي. طيب كده كنت هتغرقيني انا؟ ايوه انت، يعني انا لما كنتش بعرف اعوم كان هيبقى ذنبي في رقبتك. امينة امينة بدل الرجس ده. صحيح شبان قفق، شبان اخر زمن. دي رياضه. ايوه ما قلناش حاجه، بس يتستروا ويزولوها في الخفا بدل ما يفضلوا عريانين كده طول النهار. ده رجس. عمر الرياضه ما كانت حرام. ايوه بس البيوت كمان لها حرمه. طبعا واحده زيك عاقله ومثقفه وبنت ناس هتدخل وتقفل شباكها عليها، لكن نفرض بقى ان في واحده تانية جاهله هتعمل ايه؟ ضروري الشبان هيغووها. التعليم والجهل ما لهمش دخل. ازاي بقى؟ كل واحد وله ظروفه. يا حاج، احضر الغدا يا حاج. حاج اقفل الشباك ده. حاضر.
اهلا ست سميحه، اتفضلي يا ست. امينه موجوده؟ ايوه موجوده، اتفضلي. سعيد. اهلا وسهلا يا استاذ، اتفضل. انا هديها خبر حالا، اتفضل يا استاذ. ميرسي قوي يا روحي. بس ربنا يسهلها واعمل لك عوامه ان احمين دي 100 مره. وبعدين ما عجبها، احنا في بيوت ناس يا اخي. ست امينه، ست سميحه جت والظاهر معاها الافندي بتاعها. صحيح. طب روحي انتي عدل، انا جايه وراك. حاضر. أمينة. يا حفلة لطيفة، بدل ما انت قاعدة لوحدك تفرفشي وتغاري جو وترجعي تاني. انا ما عنديش مانع، بس على الله هو يوافق. على ايه يا أمينة؟ اهلا 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 وسهلا. ازيك يا ست سميحة؟ الله يسلمك، سمير جوزي استاذ عباس. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ سمير؟ اتفضل استاذ عباس، اتفضل. عايزين نوافق على ايه يا ترى؟ لا ده بس يعني كنا بنقول كده نروح حفله، كلنا حفله ظريفه كلها رقص. يا راجل حفله ايه وبتاع ايه بلا كلام؟ عشان خاطري يا استاذ عباس. وعشان خاطرنا كمان. ما هو اصل ما فيش اصل ولا حاجه، دول ساعتين من الضحك المتواصل، ده احنا هنضحك ضحك بس تعال. يا راجل هو في كده احسن من قعده البيوت؟ يعني افهم من كده ان احنا ملناش اي خاطر عندك؟ لا 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 لا، استغفر الله استغفر الله، خاطركم على راسي خاطركم على راسي. طيب ناخد راي امونه. ايه رايك يا عروستي؟ اللي يرضيك. طيب حس كده بقى عن اذنك. واجب برضه واجب. ورايا. عن اذنك يا سميحة، اتفضلي. انا بقى هتجنني. اسكت ازاي؟ مفيش انسجام، مفيش توافق، مفيش هارموني. انت مالك؟ شوف يا سميحة، الراجل ومراته زي الحلة وغطاها، فحتما لازما جزما تبقى الغطا قد الحلة والحلة قد الغطا، مش لازم ابدا يكون الغطا اقل من الحلة ولا الحلة اقل من الغطا، لان لو الغطا اقل من الحلة والغطا اقل من الحلة والحلة اقل من الغطا يبقى مفيش توافق. مش كده ولا ايه يا حلتي؟ انت فين الحفلة يا استاذ سمير؟ ايه الحفلة؟ امال احنا فين؟ ما احنا في منتهى الحفلة، بص كده اهو. انا مش شايف غير الناس بتخبط في بعض. تصدق وتؤمن بالله؟ انت راجل ظريف. وابن حظ. واضح جدا. انا اصلا احب الحظ قوي. اشرب اشرب، ده على حسابي. يلا حد واخد منها حاجة. لا 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 لا، انا ما احبكش تقول كده ابدا يا سمير. الدنيا غدارة، لازم تعمل حساب لبكرة. عارف لو ما عملتش حساب لبكرة يجي بكرة ويضحك عليك. شوف بقى، انا لما كنت في سنك ما كنت ايوه قصدي يعني من كام سنة كده، سنتين ثلاثة يعني، لما كنت في سنك ما كنتش بنام الليل لحد ما ربنا اكرمني واديني النهاردة مرتاح ومبسوط. فلازم لازم تاخد بالك من نفسك يا سمير يا يا اخويا. طبعا واجب يا استاذ عبس، واجب. احنا مش هنرقص بقى ولا ايه؟ طبعا ده احنا لازم نرقص ونرقص. عن اذنك يا استاذ عبس، عشان لازم نرقص. عن اذنك هنرقص. عن اذنك. ده 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 رجس. بصحتك. We'll be right back.
هاي هاي اسكت. مش هسكت، افهم الاول وبعدين اسكت. اهي دي بقى اللي انا قلت لك عليها، الحب الكبير. ايوه الحب. طب وش وش؟ لا 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 يا سمير اخويا، بطني مال عايمة عليا. يظهر السمك ده مسموم. مسموم؟ مسموم ازاي؟ ده سابع طبق تاكله حضرتك. يبقى من الخيار؟ لا مش موضوع خيار، قول لي فيه ايه بصراحه. طيب قوم معايا وانا اقول لك كده. ايوه يلا بينا. احسن نقوم كلنا. احسن. اسمع يا عبس، خلي بالك اوعى تقول لي حاجه بالسكه. لا 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 نفسك تمام. انا ماسك نفسي كويس قوي قوي. الفل يا مصالح الزعلان ومروق الغضبان، يا فل يا رسول المحبة، يا فل يا فل. أنا بتاع الفل. أمينة اسمحي، أرجوك ما تحرجنيش. يخلص كده الناس يفتكرونا متخاصمين، ولا واحد يفكر إن أنا بحجزك وتاخد الشهامة وأخدني على مين؟ وبعدين معاك تعرفي أنا حزين على نفسي جدا علشان طلعت مهندس. يمكن لو كنت طلعت شاعر كنت لقيت الكلام اللي حنن بقلبك. وعلى فكرة معاملتك ليا بالطريقه دي مش هتخليني كمان انفع مهندس. انا خلاص ما بقتش عارف المتر من السنتي، قفشولي في المراجعه غلطات فظيعه. واذا معاملتك ليا فضلت بالشكل ده هترفد واسرح بفضل. اتفضلي. انت بتقرا روايات كتير؟ والله كنت لسه هسالك نفس السؤال ده. دايما في العوامة قاعده حاطه ايدك على خدك وبتبص للميه. بيتهيألي انك بتستلهمي من الامواج فكره رايه حزينه اسمها مثلا نهر الحياة. نهر الحياة؟ أنا ابتديت أشك إنك مهندس. والله العظيم ثلاثة مهندس وعازب وغلبان. أمينة تيجي نتفسح شوية في الفلوكة؟ متشكرة، لازم أروح. طب أشوفك بكرة الساعة 6. مش ممكن مش ممكن، مستحيل. الله، نفسها رايحه على فين؟ راح السميحة. طيب ما قلتليش ليه؟ كنت اتصل بيك، اصلها تعبانه قوي وعايزاني. طبعا لازم تتعب. ما تتعبش ليه؟ تلاقيها ما بتاكلش مسكينه. على العموم خدي خدي دول، ادوهم لها من باب الرحمه. لا 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 سميحه مش محتاجه. مش محتاجه ازاي؟ دي متجوزه حته موظف صغير، ما هيتو هتكفيه ايه ولا ايه؟ دي ما تجيبلهاش بطيخه وكيس خيار. خدي يا شيخه خدي. لا ما يصحش. خلاص ما يصحش ما يصحش. على العموم يلا بينا. على فين؟ على فين؟ هوصلك طبعا، ولا هسيبك تروحي لوحدك؟ Thank you.
تاني. ليك يا حبيبتي. اتفضلي يا امينه اتفضلي. سميحة. طيب. اهلا امينه وحشتيني، فينك من زمان؟ الله سميحة الله. لمعامله يا امينه، دي واحده وراجع لك حالي. تعالي يا وطة. خلاص معلش. ازاي الاستاذ عباس؟ كويس؟ كويس الحمد لله. الله يخليك اتفضلي اقعدي. ميحه مؤاخذه يا امينه هاني، ازيك ازاي صحتك؟ كويس. وازاي عباس بيه؟ كويس؟ كويس الحمد لله. البدله البني جت من مكوى؟ ايوه جت بس مش هتلبس. ليه بقى؟ البدله البني تلبسها لما تكون خارج معايا انا بس. ما قلناش حاجه، بس النهارده في اجتماع مجلس اداره، يعني كل يوم يبقوا شيك وانا لوحدي اللي عره؟ مفيش كلام مني. لا اسمعي، انا مش على كيفك، افهمي دي كويس جدا، انا مش على كيفك. امال على كيفك؟ والله ما اعرفش على كيف مين. ادي واحده يا امينه وارجع لك حالا. أنا قلت البني يعني البني. سمير اخس عليك. البني يعني البني. هزعل منك. ما تحاوليش البني. عشان خاطر البني. بلاش البني. طب خلاص. بلاش البني. سميحة. ميحة. طب والله العظيم لا أنا لابس البني. أمينة. الحاني. انا مش عارفه ازاي طوعتك وجيب. امينه ممكن اسالك سؤال؟ بس ما يكونش محرج. وصلت لحد فين في نهر الحياه؟ سبت الشاطئ بزمان، والشط اللي سبته مش عايزه ارجع له، واللي قصداه مش قادره اوصل له. طب ما حاولتيش تدخليني في الروايه ولو كومبارس؟ قلت الاسئله المحرجه دي ممنوع. امينه تعرفي في الحفله لما لقيت صاحبتك بترقص كنت هتقدم لوالدك واستاذنه علشان ارقص معاكي، وفي اخر لحظه شاورت عقلي. احمد. امينه 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 امينه. روحك كده يا امينه. افرضي لا قدر الله بعد الشر بعد الشر بعد الشر يعني كان جرالك حاجه، مش كنت هموت انا الاخر؟ يا حبيبتي يقول عليك تسيبيني اعيش في الدنيا لوحدي؟ من فضلك سيبني انا تعبانه. طبعا تتعبي، هو انت اللي عملتيه في روحك ده؟ شويه ده كتير قوي. ده انت كلفتيني الشيء الفلاني، دكاتره وادويه وما اقدرش اسيبك لوحدك. اسيبك لوحدك عشان تتعبي زياده؟
لا 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 لا، انا هقعد معاك عشان العبك وضحكك وفتفشك وسليكي ونوسك. ارجوك سيبني سيبني تعبانه. حاضر هسيبك اهو هسيبك اهو، بس وحياه النبي يا شيخه ما تعمليها تاني. انت كلفتيني شيء الفلاني غير الخضه. احمد والله الحكايه ما تستاهل ده كله. يا محمود اللي محيرني، ليه ما قالتليش انها متجوزه؟ فاكراك مفتح ملحلح انخدعت فيه. اصل يا ابني في ستات بالشكل ده تحب تعيش لوكس، انت بتعمل ايه بقى؟ تتجوز راجل كباره وغني وتخلي بقى اللي زينا للحب؟ لا مش ممكن امينه، مش كده ابدا يا محمود. انت لو كنت حاولت مره مرة واحدة بس ما كانش حصل ما حصل. يا اخي انت ما راكش غير الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. طب حاول مرة بس، هتخسر ايه؟ احمد انت رايح فين؟ تعالى هنا. طب نتفاهم يا اخي، كلمني بس، رايح فين؟ احمد 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 انت فين؟ رد عليا يا احمد. اسمعني يا احمد، انا جيت اقول لك الحقيقه اللي حاولت يوم اقولها لك لكن ما قدرتش. احمد ما تسيبنيش، انا محتاجه لك. أنا بحبك. يلا بينا من هنا يا أمينة.
احنا مش جايين نقعد مع بعض شويه ونحتفل بالمناسبه السعيده دي؟ احمد ايه اللي جرالك؟ انت مش كده؟ اصل من فوائد الخمره انها بتنسف الكسوف وتساعد على انعدام الوزن. بصحتك. انت انسان تاني غير اللي كان بيقدم لي الفل. دي كانت المقدمات. لا يا احمد، انا جيت معاك عشان اشرح لك ظروفي، يمكن لما تعرفها تسامحني. انا مش زعلان ابدا يا حبيبتي انك متجوزه، بالعكس كل واحد وله اختصاصاته. لا يا احمد، انا اتجوزت سداد لدين، انقذ المرحوم بابا من مأزق، وبعد فوات الاوان اتضح لي ان التضحيه اكبر مني. يا شيخه، بلا تضحيه بلا كلام فارغ. خلينا في حبنا، خلينا في حبنا يا اجمل واحلى انسانه في الدنيا. هو ده الحب اللي يرضيك؟ هي دي الحياه. يا خساره، انا كنت فاكره اتنكدت بجوازي وبحياتي، لكن نكدتي فيك اكبر. طب ليه غشتيني؟ ليه خليتيني احبك كنت متجوزه؟ ليه كدبت عليا؟ انا غشيت نفسي، حماسك ولهفتك وحبك عماني عن الحقيقه. انت اديتني كل الاحلام اللي اتمنيتها طول عمري، وانت اديتيني الالم. في قمه سعادتي بيكي اكتشفت ان حبي سراب. انت بتلعبي بيا. ما كانش قصدي، سامحني يا احمد، كنت اضعف من اني افقدك، حاولت احتفظ بيك ولو بالغش والكذب. انا حبيتك. سامحيني يا امينه، انا اتصرفت بطيش، يأسي من انك تكوني ليا افقدني صوابي، لكن في ايدك ان انا استرد الامل في اني اعيش، في اننا نعيش يا امينه. احنا لازم يجمعنا قارب واحد في نهر الحياه. صحيح يا احمد، هتفضل جنبي. خديهم واسبقيني على بيت سميح. عارفاه؟ طبعا يا ستي عارفاه، مش البيت اللي قصاد صندوق الكازوزه اللي بشارع الهرم؟ ايوه، وانا هحصلك. طب والنبي ليا سؤال مع حضرتك، بس واحد، قولي لي بقى، هو حصل حاجه كفرنا الشر؟ احنا هنعزل؟ قلت لك امشي وانا هحصلك. حاضر. طب والنبي يا ستي كمان سؤال، استنى حضرتك هناك ولا اجي؟ استني وانا جايالك. حاضر. واقفه كده ليه يا امينه؟ حصل حاجه؟ مستنياك يا حبيبتي يا امينه. كلك خير والله، انا جيت لك اهو وانا سايبه لك البيت وماشيه، هقعد عند سميحه لغايه ما اتطلقني. ظريفه قوي الحكايه دي، انت بتتكلمي جد؟ طبعا بتكلم جد، انا هخرج وارجوك ما تقفش في سكتي. امينه اوعي حد يكون غواكي ولا لف دماغك، مفيش حد في الدنيا دي كلها يقدر ياكلك اللي انا باكلهولك ولا يلبسك اللي انا بلبسهولك يا امينه. ان كان حد لف في دماغك يبقى بعد ما يضحك عليكي هيرميكي في الشارع، لكن انا يا امينه ما اقدرش ارميك يا امينه، عشان انا بحبك يا امينه، بحبك وما اقدرش اعيش دقيقه واحده من غيرك. يعني عايزني اموت وتعيش انت؟ لا لا يا امينه، لا ما تخليش الناس يضحكوا عليا، ما تخليهمش يقولوا ده الراجل اللي معرفش يصوم مراته. هو ده بس اللي يهمك كلام الناس؟ وانا يا امينه انا بحبك يا امينه، انا بحبك. انت بتحب نفسك؟ ابدا يا امينه، انا بحبك انت. ما كنتش مصدقه، انا هكتب لك المطحن، هغرقك فلوس، مش هخليك ناقصه حاجه ابدا. ده كله ما يعوضنيش حياتي امينه.
بشرفي هوبت ناحيه الباب ده انا هقتلك يا امينه هقتلك. فكرك ده هيحل المشكله؟ اتفضل اقتل. مستني ايه؟ انا الموت عندي ارحم من العيشه معاك. ارجوك ابوس ايدك ارحميني، ارحمي ضعفي، ارحمي شبتي، ارحم انت شبابي وطلعني طلعني طلعني. لا ما اقدرش، مش ممكن، مستحيل. ما انتش خارجه بره البيت ده. انا لازم اخرج. لا ما تقدريش تخرجي بره البيت ده. ما اقدرش اعيش من غيرك ابدا. مش عايزينك تخرجي. ما انتش خارجه، انت مش خارجه، مش خارجه، مش خارجه، مش خارجه. طمني يا أنسة، بابا بخير إن شاء الله. هو عنده هبوط في القلب نتيجة مجهود. الدواء اللي أنا كاتبهولك ده أهم حاجة عندي فيه النقط دي علشان القلب. تديله 10 نقط كل يوم لمدة 5 أيام وتديهوله بنفسك، لأن أي زيادة فيه فيها خطورة على حياته. وإن شاء الله هبقى أشوفه تاني. ميرسي يا دكتور. ما تنسيش، ما يعملش أي مجهود بالمرة وما يقومش من السرير خالص لغاية ما أجي أشوفه. مع السلامة. خليكي جنبي، انا محتاج لك. عارفه بكره ما اخف هعمل ليله كبيره لاهل الله، وهكلفها فلوس كتير قوي، وهنسافر بلاد بره، وهنركب طياره. انت بتخافي من ركوب الطياره يا امينه؟ ما تخافيش، انا هبقى جنبك. بس ما تسيبنيش يا أمينة، ما تسيبنيش. استريح استريح يا عباس، أنا جنبك. شوية مية شوية مية الله يخليك. تاخد الدواء بالمرة. أحسن أحسن. ربنا يخليك لي يا أمينة. شريفا، فتمسكنا بحبنا هذا تمسكنا بحياتنا، وتدخلت الأقدار لتوقف هذا الحب كما تتدخل الحواجز لتوقف تدفق نهر الحياة. وحاولنا جهدنا أن نقاوم هذا الحابس،
ولكننا أبدا لن نرتضي تحطيمه، لن نحاول هدمه. وهل سيرضى حبنا بالتحطيم والهدم؟ هل نبني سعادتنا على شقاء الآخرين؟ الحب بناء وخلق، وليس تحطيم وهدم. وليس لدينا الآن إلا أن نجعل حبنا هذا وقفا على الذكرى، فهي عزائي وعزاؤك عن شقائي وشقائك. فالذكرى أقوى من الحب، لأنها الخيط الرفيع الذي يربطنا بالحياة، وعلينا أن نتمسك بهذا الخيط. فمن يدري، لعل الأقدار ترأف بقلبينا كما قست علينا، ويملي نهر الحياة إرادة الحياة. ونروح نشوف الهيصة اللي هناك دي. لا مفيش داعي يا شيخ، مش احسن من قعدتنا هنا؟ اهو نتفسح ونشم شوية هوا. ها ايه رأيك؟ لا تزيت مني بعد دي. قديم يا سيدي سايب لك البلد وماشي. الحكاية دي بقى انا مش معاك فيها. هتروح تعمل ايه في اسوان بس؟ ما انت قاعد معانا هنا كويس يا اخي. ممكن اقدر انسى. ها سلام يا ولد. حاج عباد ألف مرة. اللي كان عيال وربنا شفاه ألف مرة. المطاحن ورجالة المطاحن ألف مرة، والمحاسيب كلهم ألف مرة، وأنا وأنت رقصها يا جدع. Thank you.
ايه؟